بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: كتاب الإخلاص، الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب شجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفردت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الآخر وذكر القصة. كتاب الإخلاص من الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله. والإخلاص أخلص الشيء بعد نقاه، جعله خالصا نقيا لا شوائب فيه. والمقصد من الإخلاص هنا بينك وبين الله عز وجل أن تكون العبادة عبادة صحيحة وعبادة مقبولة عند الله عز وجل، صحيحة باستيفاء الشروط والأركان، زائد أن تكون لله خالصة ليس لأحد فيها شيئا. إن الله أغنى الأغنياء عن الشرك سبحانه، من عمل عملا لله ولغيره تركه الله سبحانه لهذا الغير، اذهب لهذا يعطيك الثواب عليه. أما من الله فالله لا يقبل من العمل إلا ما ابتغي به وجهه سبحانه تبارك وتعالى. يقول: الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة. المؤمن يحتاج إلى ذلك، أن يكون مخلصا، أن يكون صادقا، أن تكون نيته نية صالحة. استحضر النية، إنها تجارة مع الله سبحانه. ما من عمل تعمله تريد عليه ثواب إلا ولا بد فيه من النية الصالحة، أن تنوي الخير. فهنا ثلاثة نفر كما يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو حديث متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. يقول ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم، من الأمم السابقة، من الأمم قبلنا، حتى أواهم المبيت إلى غار. كأن هؤلاء انطلقوا لما كان في صحراء، في صحراء، في جبال، في كهوف، وصلوا في مكان أمطرت عليهم السماء، فإذا بهم يدخلون غارا يستظلون من المطر، فلما دخلوا الغار سقطت صخرة فسدت عليهم باب هذا الغار. فقال بعضهم لبعض، احتاروا، نعمل ايه في هذه الصخرة اللي سدت باب الغار؟
طيب نزقها ما بتنزقش الصخرة، نزحزحها شوية نطلع من دوارها ما فيش. فهنا أراد الله عز وجل أن يمتحنهم ويختبر هؤلاء، كيف نجا هؤلاء من هذا الذي هم فيه. الله بفضله سبحانه ألهمهم أن يقول بعضهم لبعض ذلك، إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. هنا الوسيلة إلى الله عز وجل، أن تتوسل إلى الله. ثلاث وسائل مشروعة في ديننا تتوسل بها إلى الله عز وجل: أن تتوسل إلى الله بحبك له، يبقى بعمل صالح أنت عملته، الأعمال الصالحة تتوسل إلى الله عز وجل بهذه الأعمال الصالحة. هذا من هذا الباب التوسل الجائز، يتوسل الإنسان إلى ربه سبحانه تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، يدعو ربه، يدعو بأسماء، ينتقي من الأسماء ما يناسب الحال الذي هو فيه. هذه صورة. صورة أخرى مشروعة هذه، يتوسل إلى الله بالعمل الصالح، ومن عمله الصالح حبه لله وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه للصالحين. هذا من العمل الصالح، العمل القلبي، العمل الإيماني. أن يتوسل إلى الله عز وجل بأن يطلب من غيره أن يدعو له فيستعين، هو يدعو وغيره يدعو له، لعل الله سبحانه أن يستجيب. أما إنه يذهب للأموات: يا سيدي فلان أعمل لي، يا سيدي فلان، لا لا، هذا وسيلة ممنوعة محرمة عليك. تدعو ميتا لا يسمعك، الميت لا يسمع، ولكن الذي يسمع الحي. فالحي إذا كان من الصالحين فطلبت له أن يدعو لك جاز ذلك، مع كونك تدعو لنفسك. ولذلك الأعمى الذي ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ادعو الله يرد علي بصري، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويطلب من هذا الأعمى أن يصلي ركعتين ويدعو أن يقبل الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته فيه. هنا الثلاثة بدأوا بالدعاء، كل واحد يدعو بعمل صالح. الوقت ليس وقت أنه يفتخر بهذا العمل الذي عمل، لا، ده هم مضطرين، شايفين الموت، صخرة نزلت على الباب، يا حيموتوا مخنوقين، يا حيموتوا من الجوع، يا حيموتوا من العشر من العطش، الموت جاي بأي صورة من الصور، موت. يبقى ما فيش بقى مجال الآن نقعدوا يفتخروا بالعمل، لا، ده هو بيتوسل إلى الله ويتذلل إليه: يا رب اقبل، يا رب اقبل واكشف المصيبة اللي احنا فيها. فرجل يتوسل إلى الله بطاعة وببر الوالدين، بر الوالدين، احرص على بر والديك، احذر من أن تعق الوالدين وأن تقطعهما. بر الوالدين عظيم جدا، فانظر هنا كيف كان الرجل بارا بوالديه: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. كنت لا أغبق، الغبوق طعام العشي، والمقصد هنا أنه كان يحلب الإبل العصر، بعد العصر عند المغرب يحلب هذا الغبوق اللي هو حليب الإبل. وبعدين كان أهم حاجة عنده يأكل أباه ومشربهم هذا الغبوق. لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. أهلا، طب فهمناها، أهلك ما بتأكلهم شيء، المال إلا المال يعني من بهيمة الأنعام التي عند، إنه أول حاجة أبوه وأمه قبل ما يأكل بهائم بتاعته والأنعام بتاعته يأكل أباه وأمه. فلما قال ذلك إنه كان يبر والديه، في يوم من الأيام رجع وتأخر، حاد بهذا الإنسان أبعدته، مشى بعيدا فتأخر عنهما كثيرا، نام الأبوان. يقدر الإنسان إذا كان كبيرا في السن يجي على نفسه ينام وهو دعان، لكن العيد الصغير حينام إزاي؟ العيد يصحى ويعيط ويطلب طعام، لذلك عياله صحيين عايزين يأكلوا، وهو رجع ومعاه كوز اللبن على إيده، وينظر أولاده يتضاغون عند قدميه، يبقى عيال صغيرين، أطفال صغار جدا، يتضاغون يعني يبكون ويصرخون دعانين، داعوا عايزين يشربون اللبن، أبوهم نايمين.
فضل ماسك الكوز على إيده ينتظر أن يقوم أبوه أو أمه حتى يسقي أحدهما أو كلاهما. ظل على ذلك لغاية ما طلع الفجر من الليل للفجر وهو ينتظر عرق. سبحان الله، هل هذه قسوة على الأولاد؟ لا، مش قسوة على الأولاد، ولكن عادة اعتادها إن أبوه أمه الأول. طب يا ترى هذا صح اللي عمله هذا؟ في تأويله هو صواب، في تأويله هو صواب، ولكن لا ينبغي لمسلم أن يصنع ذلك. عيالك بيعيطوا عايزين يشربوا عايزين يأكلوا، هتخسريه؟ قسم بندا بندا وبندا، أعطيهم شيئا. ولكن هو فهم ذلك إنه يبر الوالدين وهو تعود على هذا الشيء، يبقى ربنا بكرمه وحلمه سبحانه يتجاوز عن ذلك. مش هنقول هو مصيب 100% في الذي فعله، العيال بيعيطوا عايزين يشربوا، طيب ما تديهم حبة لبن وتستنى لما أبوك وأمك يصحوا. هنا نظرته هو إنه أنا تعودت على كده، أبويا وأمي الأول، ألا بعدين نفوسهم تتغير عليا ولا حاجة، يبقى هم الأول. يبقى التصرف نفسه قد لا يكون صوابا 100%، ولكن فعل ما يتقرب به إلى الله فعذره الله وقبل منه بكرمه وفضله سبحانه وتبارك وتعالى. هو يقول اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. إذا كان هذا العمل إني أنا صبرت لغاية الصباح علشان نسقي الأب والأم الأول قبل العيال، إذا كان هذا ابتغاء وجهك، طيب فرج عنا هذا الذي نحن فيه. فإذا بالله الكريم سبحانه يفرد، بس لسه الامتحان موجود. انفردت الصخرة كأنه ساخت شوي، كانت فوق خالص نزلت شوية بمقدار زي شباك فوق، بس ما حدش يقدر يطلع من هذا المكان. طيب التاني عليك الدور، قول حالة. يقوم الثاني ويدعو بإيه؟ بعفة النفس. شوفوا، اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. قصة عجيبة ثانية من هذا الرجل لا يرائي بها، ولكنه يتكلم عن أنه كاد يقع في معصية في كبيرة من الكبائر. في مثل هذه الحالة يمكن الإنسان لما يندفع ما يقدرش يرجع، لكن هو رجع، هو رجع. ابنة عمه قريبة له، وبعدين نزلت بها سنة من السنين، افتقرت واحتادت وذهبت تطلب عايزة مال. طيب حديك 120 دينار بشرط تخلي بيني وبينك، انه اراد ان يزني بها، اراد الوقوع في الفاحشة. 120 دينار، تعرف قد ايه 120 دينار؟ 120 دينار نص كيلو ذهب، نص كيلو ذهب، يعني في ليلة واحدة فقط حيديها نص كيلو ذهب قصاد انه يزني بها. فلما كاد قلت له اتقي الله، اتقي الله، هذا ليس من حقك ان تفعل ذلك، لا تفض الخاتم الا لا تقع فيما حرمه الله سبحانه، ولا تفعل شيئا الا بالحق، فاذا به يخاف. تذكر، تذكر ان الله عليه رقيب سبحانه تبارك وتعالى، فخاف وسب لها المال، ما قالهاش طب هاتي بقى فلوسي اللي اديتها لك، لا لا، ترك لها المال تائبا الى الله سبحانه وتبارك. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، تاب الى الله عز وجل حالا ورجع وترك لها المال. طيب الدعاء الان، اللهم ان كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. ايوه، فعله ابتغاء وجه الله، لذلك فرج الله جزءا آخر من الصخرة، ولكن برضو ما يقدروش يخرجون منها. الثالث عليه الدور، قول حاجة انت كمان. يدعو الثالث، اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب. استأجر أجراء، هؤلاء الأجراء بيديهم الأجرة، اتفق معهم على الأجرة قد إيه، كل واحد اليومية بتاعته فرق من أرز،
فرق، الفرق 3 أصع، الصاع 2.5 كيلو تقريبا، يبقى الفرق حوالي 7.5 كيلو رز لكل واحد منهم اليومية، أو الأجرة على هذا العمل 7.5 كيلو رز فرق من رز. اتفق معهم، عملوا خلصوا العمل، كل واحد خد الأجرة، واحد منهم غضيبة من شيء ماشى مش عايز من وشك حاجة، مش عايز منك مال ولا غيره، ساب له المال وانصرف. الآن عنده 7.5 كيلو رز بتوع هذا الأجير، يعمل إيه؟ بركة يا جامع، روح أنت مالكش حاجة عندي، أنت اللي جنيت على نفسك. لا لا لا، الرجل أورع من ذلك، إنها أجرة أدير، عرقه حكوا العرقه. لا لا، هو إذا كان غضبان يمكن يجيلي في يوم من الأيام، طب إيه المانع أن أنا سمر له هذا المال، أنا أميله هذا المال، ده رجل غلبان أبو عيال ورجل محتاج، أنا أميله المال ده أفضل. زرع له الرز بتاعه، إذا بالرز يأتي بأرز كثير جدا، مال الحقل من الرز، جمعه زرعه جمعه، وبدأ المال بتاعه يشتري له بيه إبل وبقر وغنم من المال 7.5 كيلو رز. هل هو ملزم بهذا الشيء؟ لا، ليس ملزم بهذا الشيء. الأجير ليس له إلا 7.5 كيلو رز بس، لفت ليام واحتاج الأجير، وتذكر أن له مالا عند هذا الإنسان، ذهب إليه يقول له يا عبد الله اتق الله وأعطني أجري، أنا عايز المال بتاعي. فقال له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، عجيب عجيب هذا الشيء، إبل وبقر وغنم وعبيد كمان من 7.5 كيلو رز، هيك ازاي يكون هذا الشيء إلا من إنسان على تقوى يتقي الله ويخاف من الله؟ مين فيكم يعمل هذا الشيء؟ ما ظنش ولا واحد، ما ظن. ده كان زمان هذا الشيء، الآن بنتحايل على الإنسان، يا عم اديله الفلوس بتاعته حرام عليك، ده أدير، ده شقيان، ده تعبان، ده أبو عيال، بتتحايل عليه عشان يديله الحق بتاعه بس، الحق بتاعه بس، بس الدهول، وتقول للتاني معلش يتنازل شوية وسوه، ويوم القيامة بقى يبقى ربنا يحاسبه. لكن هذا أعطى وثمر 7.5 كيلو جابت هذه الأشياء كلها، لأنه ثمرها سنين لصاحبها. أخذ الرجل ينظر إلى الأشياء، وبعدين رجع في نفسه وما صدقش، معقول الكلام ده؟ قال يا عبد الله لا تهزأ بي، اتق الله وأعطيني حقي، حقي 7.5 كيلو رز، بتقول لي اللي بتضحك علي؟ قال كله من حقي. قال فاستاقه كله، فاستاقه كله، أخذ كل الأشياء اللي مولودة، ما قالوش طب أنت زرعت وأنت كذا، طب خليها منصفة بيني وبينك، لو عمل هذا الشيء كان يصيب، لو عمل هذا الشيء، لو صاحب المال طلب منه هذا الشيء والله حقه أن يقول له ده أنا مشغله له، طب طلبتش مني تشغيل وأنا شغلته، طب أنا نص وأنت نص، ما قال ذلك، خذ كل هذا الشيء. الآن حياتهم كلها واقفة على هذا الشيء، واقفة على هذا الشيء. اللهم إن كنت قبلت مني ذلك، فعلته ابتغاء وجهك، ففرج عنا ما نحن فيه. سقطت الصخرة بقى الآن، انساحت الصخرة، وخرجوا يمشون في الشمس. الثلاثة تقربوا إلى الله بأعمال صالحة، ولكن الأهم من هذا الإخلاص، الإخلاص. إذا عملت عملا فأخلص لله، احذر أن ترائي بالعمل، احذر أن تطلب الناس، ما تعرفش الزمن حيدي بإيه والمصائب كثيرة، فإذا وقعت في شيء وددت السبب الذي يفرج الله عنك بسببه ذلك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق وحسن النية. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.